أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. لذلك قامت اللجنة الثورية في بلد جرجناز بالإشراف على جمع وتوزيع المواد الغذائية على فقراء المتظاهرين لتأمين جزء من متطلبات الصمود أمام الإضراب العام الذي سينفذ في 18-12-2011 جرجناز 15-12-2011.